الحمد لله. البلاء يقضي به الله سبحانه وتعالى، والمؤمن إذا نزل به البلاء، وقد أشرت في أثناء المحاضرة إلى شيء من هذا، إذا نزل به البلاء فإنه يتذكر أموراً. الأمر الأول أن الذي أنزل البلاء هو الله سبحانه وتعالى، والله حكيم عليم لا يُسأل عما يفعل، وأن الذي نزل به البلاء عبد لله سبحانه وتعالى، كما يتذكر أن الله عز وجل الذي ابتلى بهذا البلاء أنعم ببقية النعم. فإذا حل الموت بحبيب فإن الله هو الذي رزقنا الأحبة، كما يتذكر أن الله عز وجل إنما يبتلي العبد لخيره لمصلحته، وهذه المصلحة تعود إلى ثلاثة أمور: إما تنبيه من غفلة، فكم من عبد غفل عن طاعة الله وأبعد عن باب الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله به بلاء كموت ابن أو حبيب أو قريب، فتذكر فرجع إلى الله عز وجل وكان من عباد الله الصالحين. والأمر الثاني أن فيها تكفير السيئات، فلا يزال العبد بالمؤمن والمؤمنة حتى يدعه يسير على الأرض وليست عليه خطيئة. الأمر الثالث أن في الصبر على البلاء رفعة المنزلة في الجنة، فقد يريد الله عز وجل بعبده منزلة في الجنة فلا يبلغها بعمله، فيبتليه ببلايا ويصبره عليها فترتفع منزلته في الجنة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون.